طيب الناس كده شايفة السكرين صح؟ ايوه تمام يا دكتور. تمام، أنا اسمي دكتور محمود عيد، وده الرقم بتاعي عشان أوكي كده المندوبة بتاعتكم مع الرقم بتاعي. تمام، احنا هناخد ان شاء الله مع بعض الكورس سي اي اس 211، وده بيتكلم من لي عن الانديترمنت ستراكشر. الكورس عندنا مقسوم جزئين، اول جزء بيتكلم عن الديفورميشن، وتاني جزء بيتكلم عن الانديترمنت ستراكشر. طب يعني ايه ديفورميشن؟ الديفورميشنز دي معناها ان انا لو عندي كاميرا او اي اليمنت، عندي الاليمنت ده نتيجه ان انا حطيت عليه احمال، الاحمال دي سواء كانت كونسنتريتد لود او ديستريبيوتد لود، الكاميرا دي هيحصل لها ديفليكشن. يعني ايه؟ او هيحصل لها ديفورميشن. يعني ايه؟ يعني هتريح مثلا، بمعنى اصح ان الكاميرا مش هتفضل ستريت، لا ده الكاميرا هتبدا تريح، واللي انا برسمه بالاحمر ده مش البندنج مومنت، ده شكل الكاميرا بعد ما ريحت. يعني النقطه دي لو هي هنا، لا نزلت بقت هنا، هتنزل مسافه، بمعنى اصح حصل ترخيم او حصل تريحه. وده ممكن نشوفه كلنا، مثلا لو انت جبت لوح خشب وحطيته وسندته على كرسيين، وجبت طفل وقف على لوح الخشب ده، هتلاقي الخشب ريح من النص، ما بقاش افقي، لا ده ريح في النص. التريحه دي اسمها ديفليكشن. امال ايه ديفورميشن دي؟ بص احنا عندنا كلمه عامه اسمها ديفورميشن، دي اسمها تشكلات. دي بيندرج تحتيها الديفليكشن. يعني ايه بقى؟ يعني سوري، هي دي ال L ودي ال E. يعني ايه ديفليكشن؟ ديفليكشن يعني ان هو حصل حركة في الشكل لأسفل. طب ويعني ايه ديفورميشن؟ تشكلات. التشكلات دي ممكن تكون حركة لأسفل، تمام، وممكن تكون حركة أفقية. يعني ايه حركة أفقية؟ يعني عندي فريم، والفريم ده بتأثر عليه فرص أفقية، ما الفرص دي أكيد هتخليه يحصل له شكل عامل كده. بقت النقطة دي بدل ما هي كان مكانها هنا اتحركت وجت هنا، بس اتحركت بقى هنا مسافة أفقية وليس مسافة رأسية، تبقى دي اسمها horizontal displacement مش deflection، بقى horizontal displacement. طيب في حركات كتير جدا، الحركات دي كلها بنسميها deformations، تشكلات. ممكن تبقى حركه راسيه، ممكن تبقى حركه افقيه، ممكن تبقى روتيشن او دوران. ازاي؟ هاجي اقول لك ان في الكاميرا الرئيسيه اللي احنا كتبنا، اللي احنا رسمناها في الاول دي، كان السنتر لاين بتاعها افقي، انما لما ابتدت تميل السنتر لاين بتاعها بقى كيرفد. فلو جيت خدت المماس عند اي نقطه في الوضع الاصلي هتلاقي زاويه ميل المماس بزيرو، انما لو جيت خدت المماس لسنتر لاين الكاميرا بعد ما اتشكلت اللي هو اصبح كيرفد، لو جيت خدت له مماس هتلاقيه بيتغير بزاويه من حته للتانيه. يعني غير ان الكاميرا نزلت، لا ده هي نزلت ولفت. تعالوا نرسمها بشكل اوضح كانها سنجل لاين، ان لو دي الكاميرا بتاعتي بعد ما بتتشكل او بعد ما بيحصل لها ديفورميشنز تبقى عامله كده. في نقطة عندها أقصى قيمة للديفورميشنز، وفي نقط ديفورميشنز عندها بتبقى مختلفة، أو الديفليكشن عندها اللي هو صب من الديفورميشن، أو يعني يندرج تحت الديفورميشن، الديفليكشن عندها بيبقى قيم متغيرة، وكذلك ميل المماس عندها متغير. فبدل ما هي كانت أفقية، لا ده بقت مايلة، فبيحصل برضو سلوب. طب سؤال بقى، إحنا ليه بندرس الكلام ده؟
تنزل ولا ما تنزلش، ايه الفرق معايا؟ يعني واحد هيجي بالبلد كده ما يعرفش اي حاجه في الهندسه، يقول لك يا عم اهم حاجه ان هي ما تكسرش، يعني نزل بقى ما نزلش انا الفرق معايا في ايه؟ لا بيفرق معانا في الديزاين كمهندسين ان انا اعرف القيمه اللي نزلتها الكاميرا اقصى قيمه كام. وانتوا ان شاء الله هتاخدوا في الار سي في الديزاين بتاعتكم ماده الديزاين، انتوا خدتوها ولا لسه؟ خدتوا ار سي ديزاين ولا لسه؟ عايزين تفاعل، ناس معايا؟ يا دكتور هي الناس نامت ولا ايه؟ مريم؟ ايوه يا دكتور انا هنا. خدتوا ديزاين؟ خدنا ديزاين. خرسانة، خدتوا خرسانة؟ خرسانة نعم. طيب خدتوا فيها الديفليكشن والحاجات دي ولا ما بس خدتوهاش؟ عندي المايك في مشكله بيقطع. في مشكله، هو في مشكله عندك انت؟ نعم خدناها. صوتك بيقطع. هو انا صوتي بيقطع للكل ولا لمريم بس؟ لا لا عندي مشكله. في مشكله عندي. طيب ماشي خلاص اوكي. طيب خدتوا في الخرسانه يا جماعه الديفليكشن؟ اي حد تاني مثلا الردروبه؟ لا يا دكتور خدتوش. طيب بس خدتوا ان في حاجه اسمها لود ديستريبيوشن وكاميرا وبلاطه والكلام ده كله صح؟ اخدناها خرسانه واحد. طيب تمام. اول فكره بقى كلها ان انتوا كمهندسين في ماده الخرسانه بالذات لازم لما تيجي بتحدد ابعاد حاجه، يعني مثلا الكاميرا اللي انتوا خدتوها في خرسانه واحد دي بيبقى ليها عرض وليها دبس، تمام؟ والدبس ده كان في معادلات كده امبيريكال اللي في الخرسانه، الا على 10 والا على 12 والا على كابولي على 5 والكلام ده كله، كان دايما يقول لك الارقام ديت محطوطه عشان تبقى سيف فليكشر وديفليكشن. يعني ايه فليكشر وديفليكشن؟ يعني لو انا عندي سبان او بحر طوله 10 متر، اللوجيك ان انا اعمل الكاميرا دبسها متر الا على 10. طب ليه؟ عشان تقدر تسيف الحديد بتاعي ان انا لما اجي اصممها السي 1 والجي. خدتوا سي 1 والجي ولا لا؟ طيب ان انا لما اجي اصممها بالسي 1 والجي تطلع سيف، ما يطلعش السي 1 عندي اقل من الرقم المينيمم بتاعها فهتبقى ان سيف. طب امتى تبقى سيف؟ القيم الامبريكال دي بتخليكي تبقى قريبه قوي ان السي 1 تبقى سيف. بلس بقى حاجه ثانيه ان هي تبقى سيف ديفليكشن. ايه سيف ديفليكشن اللي انتوا بتقولوا ان انتوا ما خدتوش في الخرسانه؟ ان انا المفروض لما ابقى واقف تحت الكاميرا دي ما اشوفش قيمه الديفليكشن اللي فيها او قيمه الترخيم او قيمه التريحه اللي فيها. هي بتريح وبيحصل لها ديفليكشن بس المفروض بقيمه ما تشوفهاش انا من تحت. ليه؟ مش كل اللي هيسكن او مش كل اليوزرز اللي هيستخدموا المنشات هما مهندسين وبيفهموا. هو ممكن واحد اصلا كونه انه يشوف الكاميرا دي مريحه يقول لك لا دي هتقع عليا وما يشتريش الحاجه اللي انت عايز تبيعها له اصلا. فاحنا عندنا في الديزاين او في حياتنا احنا كمهندسين حاجتين، حاجه اسمها فليكشر. فليكشر دي يعني ان انا اخلي الحاجه ما تتكسرش، وحاجه اسمها سيرفيزابيليتي. سيرفيزابيليتي ايه؟ سيرفيزابيليتي دي جاي من اسمها حاجه تخديميه. يعني ايه؟ يعني حاجه ملهاش علاقه ان الكاميرا تتكسر ولا لا، بس حاجه بتفيد المنشا بتاعي اني اقدر اخلي الناس تشعر بامان وهي قاعده فيه حتى لو ما كانش هيتكسر. يعني انت لو قاعد تحت سقف والسقف ده قيمه الترخيم اللي فيه كبيره بدرجه انت تشوفها انت هتخاف. هديكم مثال بسيط على احد انواع السيرفيزابيليتي برضو اللي في حياتنا. لو انت ماشي بعربيه على كوبري، تمام، ده هتلاقيه في الكباري القديمه مش في الكباري الجديده. انت ممكن وانت ماشي بالعربيه دي على الكوبري لو عدى جنبيك عربيه تقيله تحس ان الكوبري بيتهز بيك، تحس بفايبريشن كده في الكوبري رغم ان هو مش هيتكسر، بس ده معناه ان الكوبري ده متصمم بتخانه اقل او بابعاد خرسانيه اقل من اللي تخليك ما تحسش بالفايبريشن دي، وانت المفروض ما تحسش بالفايبريشن. انت هتبقى خفت، هو ما اتكسرش بس في رعب حصل لك. فاحنا في متطلبات التصميم بتاعتنا ان برضو حته السيرفيزابيليتي دي. طيب برضو نرجع بندرسها ليه؟ مش انا هاخدها في خرسانه؟ لا، انت مش في خرسانه هتاخد طريقه حساب الديفليكشن. في خرسانه هيقول لك روح احسب الديفليكشن بكام الطرق اللي انت درستها في الاستراكشر، وتروح تقول له الرقم بكام. الديفليكشن رقمه اكس،
سنتي 2 سنتي، يعني الكاميرا نزلت سنتي 2 سنتي. هو بعد كده بقى يقول لك والله السنتي ده سيف ولا مش سيف. طب ولو مش سيف اعمل ايه عشان اخلي الكاميرا تبقى سيف؟ فهو مرحلته بتبدا بعد حساب الديفليكشن. هو ما بيحسبلكش الديفليكشن، هو بيسيبك انت تحسبه. فيبقى ده اول حاجه هنستفادها من الترم او الجزء الاولاني من المنهج اللي هو حساب الديفورميشنز. الحاجه الثانيه، انتوا خدتوا بالكم ان انا دايما وانا برسم باجي ابدا من النقطه دي كده من الزيرو. يعني ايه؟ انا هنا وعند السبورت، يعني ابدا اميل. طب ليه النقطه دي ما نزلتش؟ حد عارف؟ ها؟ عشان السبورت بالظبط. يبقى انا دلوقتي في نقط معلومه الديفورميشنز بالنسبه لي، ده يعني ده اساسي. انا عارف كده كده ان الديفورميشنز عندها معلومه. ايه مثلا؟ الهنج سبورت لو دي كاميرا، انا عارف ان الحركه ان الفيرتيكال ديسبيسمنت او اللي بنسميها ديفليكشن، هما الاثنين لهم نفس الاسم، الحركه الراسيه او الديفليكشن ايكوال زيرو. وكذلك الهوريزونتال ديسبيسمنت، يعني ايه الهوريزونتال ديسبيسمنت؟ يعني لو بتكلم على فريم زي ده اللي هو هنا ده، وادرس الحركه الافقيه بتاعته، ما ينفعش اقول ان النقطه دي بتتحرك سواء كانت فيكسد سبورت او هنجد سبورت، لازم توقف في مكانها. يبقى الهوريزونتال ديسبيسمنت بكام؟ بزيرو. طيب لو رولر، حد عارف يا جماعه؟ زيرو برضو ال ها الرولر تقريبا هيتحرك، هيتحرك في الاتجاه الافقي، انما مش هيتحرك فين؟ في راسي بالظبط. معنى اصح الحركه بتتمنع لما يظهر رد فعل. يعني ايه؟ يعني الهنجد سبورت دي بيظهر لها رد فعل راسي ورد فعل افقي، يبقى الحركه هتتمنع في الاتجاه الراس الافقي. الرولر دي بيظهر لها رد فعل راسي، يبقى الفيرتيكال بزيرو، انما الهوريزونتال مش بزيرو، ده في حركه. طيب لو فيكسد سبورت بقى، حد عارف؟ هو الفيرتيكال والهوريزونتال بزيرو، دي كده كده معروفه. حد عارف ايه تاني بزيرو؟ المومنت. لا انا عايز الحركه بقى، الروتيشن بالظبط او السلوب. يعني ايه السلوب مش بزيرو؟ يعني ايه سوري السلوب بزيرو؟ يعني لو انا عندي كاميرا كده وعايز ارسم شكل الحركه، الكاميرا هتبدا من هنا ممسه وبعد كده تبدا تنزل. يعني هنا السلوب افقي موازي للاسلوب الرئيسي، وبعد كده يبدا يميل بقى. انما هنا زي ما انت شايف هنا كده، هي مالت بزاويه من عند نقطه زيرو، يعني الكاميرا عند نقطه البدايه مالت، انما هنا لا ما تملش. ده يفرق في ايه؟ يفرق في رسمك بس لشكل الحركه. على فكره الخط اللي بالاحمر اللي انا برسمه ده اللي هو شكل الحركه اسمه Elastic Line، هي NE ماشي كده؟ Elastic Line شكل الحركة اسمه Elastic Line. فساعات بنيجي في المسألة في الامتحان نقول لك احسب الديفليكشن عند النقطة دي والنقطة دي ودرو Elastic Line شكل كده سكتش. فطبعا لو في Fixed Support لازم تبقى Elastic Line خارج موازي للكاميرا في الأول. طيب ايه بقى اللي بستفاده تاني؟ انت كنت هتقول لنا بنستفاده تاني في ايه وسكت. بص كده يا هندسه، كاميرا زي دي تعرف تحلها صح ولا لا؟ طبعا عليها احمال بس انا مش اسم الاحمال، تعرف تحلها ولا لا يا رجاله؟
باشمهندسين. ايوه يا دكتور. تعرف تحلها ولا لا؟ المفروض يعني. المفروض فيها كم مجهول وكم فيها معادلة؟ ثلاث مجاهيل و الاكس والواي. بتحسب الاكس في الكاميرا ولا لا؟ وفي هنا واي كمان. يبقى كده كم مجهول؟ ثلاثة. لا أربعة. أنتوا بتحسبوا الإكس في الكاميرا ولا لا؟ بس عشان أبقى عارف أنتوا من النوع ده ولا لا؟ المفروض الإكس لا يعني في الكاميرات العادية دي. ماشي خلاص أوكي ماشي. في دكاترة بتشرحها كده ودكاترة لا ماشي. يبقى إحنا لو شلنا الإكس أوكي أنا معاك. يبقى إحنا معانا ثلاث مجاهيل، والمفروض إن إحنا طالما شلنا الإكس من المجاهيل نشيلها من المعادلات، يعني أنا معايا معادلتين. طب في معادلة تانية زيادة معايا؟ لا. لا معايا يا نهار اسود. امال دي ايه؟ عندي عندي الانترميديت هينج. انت حضرتك في انهي رسمه؟ انا مش الرسمه اللي فيها السبورت. يا ابني انا عمال ارسم في الرسمه السوداء دي. مفيش حاجه ظاهره قدامي يا جماعه. يا الرسمه السوداء دي مش ظاهره؟ لا يا دكتور ظاهره. ايه زهرة ولا مش زهرة؟ مش فاهم. ايوه انت مش شايفها يا ابني ولا ايه؟ طب ممكن اخش اطلع واخش تاني؟ ممكن بتاع معلق ولا حاجه. طيب ثانيه واحده. حد تاني كده؟ طيب ايه رايك كده المساله دي تتحل ولا لا يا جماعه؟ حلو. طيب لو انا اديتك نفس المساله دي بس بالشكل ده، ها تتحل؟ ها تتحل صح ولا لا؟ طيب هي دي بقى معناها ان هي indeterminate structure، ان هي فيها ثلاثة unknowns بحساباتنا وفيها اتنين equations. فلما يبقى الunknown اكبر من الequation دي بنسميها indeterminate، يعني غير معرفة ومعرفش حلها. فهو الديفورميشنز ده احد الحلول اللي بحل بيها الانديترمنت ستراكشر. يعني ايه؟ يعني انت حياتك في الدنيا كلها مش ماشية ان عدد المعادلات قد عدد المجاهيل. لا 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 لا، ده انت عندك ساعات عدد المعادلات بيبقى اقل من عدد المجاهيل. مجاهيل كتيرة ومعكش معادلات كتيرة، وده تقريبا يعني معظم حياتك هتبقى كده. طيب لما تبقى المجاهيل كتير ومعكش معادلات تحل بيها، دي بتبقى اسمها indeterminate structure، وبتتحل بقى بطرق تانية غير ان هي summation x وsummation y وsummation المجد. والطرق التانية دي اللي انت هتدرسها في الجزء التاني من المنهج. طيب المفروض ان انا اعرف مثلا بطريقة الديفورميشن دي ازاي احل الindeterminate. هقول لك الفكرة بس مش يعني ايه، مش هنخش في تفاصيل كتير. ان انا بعد ما علمك ازاي تحسب الديفليكشن والديفورميشنز، يعني هتيجي انت هنا، انت عندك هنا مجهول زياده اسمه ار مثلا. وانت لو عرفت الار دي بكام حلت المساله خلاص، تقدر تاخد سميشن واي وسميشن المومنت حلت المساله. انت عندك مجهول واحد زياده. لو انا بطريقه ما قلت لك المجهول ده بكام، المساله بالنسبه لك بقت معرفه وبقت تعرف تحلها. هاجي اقول لك احسب الديفليكشن عند النقطه دي، هتقول لي ما الديفليكشن عند النقطه دي بزيرو. ما انا هقول لك احسبه وساويه بزيرو. يعني انت بقيت عارف اصلا الناتج بكام، انت عارف ان الناتج عند النقطة دي بزيرو. احسبه بقى بالطريقة اللي انا هدرسها لك وساوي الديفليكشن بزيرو، هتعرف تجيب الار بكام. يعني الار دي تبقى بكام عشان تخلي لك الديفليكشن هنا بزيرو. ده احد طرق حلول الانديترمنت سولوشن. معانا كده يا جماعة؟ طيب خش بقى ايه على الدرس بتاع النهاردة. هنبدأ ناخد الديفورميشنز.
ايه هي الطرق اللي بنحسب بيها الديفورميشنز؟ الديفورميشن مع بعض الترم السمر كورس ده هندرس لها ثلاث طرق. هندرس اول طريقة اسمها دبل انتجريشن، وتاني طريقة اسمها كونجيت بيم، وتالت طريقة اسمها فيرتشوال وورك. طيب ركز معايا، احنا واحنا بنشرح فوق قلنا ان انا عندي ديفورميشنز في كاميرا وديفورميشنز في فريم وفي ديفورميشنز في تراس. اي منشأ درسته في حياتك ينفع فيه ديفورميشنز. طيب الدبل انتجريشن والكونجيت بيم دول بيحسبوا الديفورميشنز في البيمز بس، انما الفيرتشوال وورك بيحسب بيمز فريمز تراس. طيب يبقى كده لوجيك، لو جات لك مساله في الامتحان فريم او تراس ما تجيش تقول لي ايه الطريقه اللي احسب بيها يا دكتور، هي الفيرتشوال وورك. يعني في مسائل هحط لك مش هقول لك ايه الطريقه اصلا، انت هتشتغل بنفسك ماشي كده. طيب نبدا بقى باول طريقه اللي هي الدبل انتجريشن، ومفروض تقريبا ان الباشمهندسه شرحتها لكم في السكشن صح ولا لا؟ انت خدت سكشن ولا لا؟ اه هاتوا السكشن؟ اه كلية؟ اه تمام. حليتوا مسألة؟ وانا ما حضرتش بس هو المفروض كان في سكشن. مين اللي حضر طب يا جماعة؟ لما كل اللي موجودين ما حضروش، امال مين اللي حضر؟ ايوه يا دكتور حلينا مسائل. اه ماشي. طب خدوا بالكم عشان في غياب، ها يعني احنا هناخد غياب في المحاضره وفي غياب في السكاشن، واللي هيعدي 25% مش هيخش الامتحان، فالناس تبقى مركزه. ها احنا بنقول من اول يوم اهو هيبقى في غياب، واللي مش اللي هيعدي نسبه ال 25% غيابه هقدم انا ورقه ومش هيخش الامتحان، فيا ريت نلتزم ونحضر. في ملزمه انا كده هبعتها لكم، تمام؟ انا ممكن نبعتها من دلوقتي للبشمهندسه عشان او نرفعها هنا اسهل. في هنا فايلز، بس يا دكتور في ناس لسه ما دخلتش جروب التيمز، ممكن حضرتك تبعتها على الواتساب برضو؟ هو المفروض الناس كلها تخش على جروب التيمز، المفروض الكليه بتدخلكم، فازاي ما دخلتوش على جروب التيمز؟ ما اعرفش انا لحد دلوقتي لسه ما دخلتش. طب فين فين الناس اللي ما دخلتش على جروب التيمز تقول لي؟ انا كمان نسيت. ها ما دخلتش على جروب التيمز؟ لا حالا. طب بس انا ممكن اضيفكم عادي، بس خليني بس ايه مفهوم من مانج تشانل. ماشي. الناس اللي ما دخلتش اسمها ايه؟ يلا ندى احمد ابو بكر. ندى احمد ابو بكر. مين تاني؟ عمرو اشرف عبد العزيز. عمرو اشرف عبد العزيز اهو قدامي اهو، لا هيظهر اسمك قدامي. ماشي. مين تاني؟ روبا طارق محمد.
هو عمرو اشرف ده المفروض اللي هو اوريدي على التيم، على التيم اصلا هو جايب لي اهو. روبا طارق محمد، روبا طارق محمد ماشي اوكي. مين تاني؟ في حد تاني مش موجود؟ ها اوكي كده الباشمهندسين هتلاقوا عندكم ايه وفوق كده خلاص نزلت. خلاص خلاص بس كده ماشي. والمحاضرة نزلت يا جماعة ماشي كده يا جماعة كده كله المفروض على الطين ومفروض بالمرة كمان. الاسايمنت نزل. طيب ده ملخص للشرح ان المنشآت اللي عدد المجاهيل فيها زياده عن عدد المعادلات بتعتبر حاجه اسمها statically indeterminate. وعشان نحل statically indeterminate ديت احنا بنحتاج طرق في حساب الديفورميشنز. احد الطرق ديت بقى الثلاث طرق اللي احنا درسناهم الدبل انتجريشن ميثود، كونجكت بيم ميثود، فيرتشوال ورك ميثود. تمام نبدا بقى بالدبل انتجريشن وهي من اسمها هنفهم الدنيا دلوقتي فيها ايه. المعادله الاساسيه بتاعت الدبل انتجريشن بتقول لك اي اي واي دبل داش ايكوال نيجاتيف ام. ايه الهري ده بقى؟ بص انت دلوقتي تعالى نتكلم سكيل ان انا عندي قمر والكاميرا ديت حصل لها ديفليكشن، فانا هدفي ان انا احسب النقطه دي نزلت مسافه قد ايه. فالطريقه دي مبنيه على اساس ان هو فرض ان الاحداثيات بتاعتي ان ده كده محور اكس وده كده محور واي، فبقى هو هدفه كله الكيرف ده. هو دلوقتي لو جاب معادلة الكيرف ده، خلينا نجيب من الآخر، يعني أنا اديتك معادلة ما بين X و Y، مش أنت دلوقتي لو أنا عايز نقطة على القمر، عايز قيمة الديفليكشن عندها، يعني عايز قيمة Y بكام، بدلالة إن أنت عارف القمر دي بتبعد كام عن الأوريجين، تقدر تعوض في المعادلة، تحط الـ X بالقيمة اللي أنت عارفها، يطلع لك الـ إيه؟ الـ Y. فاهمين كده ولا نقول تاني؟ يعني الدبل انتجريشن ده هو حاجة بتوصل بيها في الآخر لمعادلة الإلاستيك لاين. طب المعادلة دي هي علاقة ما بين Y و X. طب المعادلة دي محسوبة على أساس إن المحاور عاملة إزاي بالشكل اللي أنا بوريه لك ده، والأوريجين فين؟ أول نقطة في الشمال خالص في القمر. طيب وعشان محور Y نازل لتحت، طب هو أنتوا ليه أصلا خليته محور Y نازل لتحت؟ لأن أنت كمهندس مدني معظم الاحمال اللي انت بتتعامل معاها هي فيرتيكال لودز، احمال اوزان اصلا، يعني فيرتيكال والاسفل كمان جرافيتي، يعني الحمل بيأثر لاسفل، ف 99% من الحركه اللي هتحصل هي حركه الاسفل. ده مش معناه ان مفيش حركه الاعلى، ماشي؟ في شويه كيسز كده هتاخدوها هتلاقي فيها حركه الاعلى، بس الماجوريتي او معظم الحركات هتبقى الاسفل. فهم سهلوا على نفسهم وقال لك خلاص عشان انا معظم الحركات عندي هتبقى الاسفل، فخلي محور واي لتحت بحيث ان الرقم لو طلع موجب ده معناه ان الحركه الاسفل. وفي المقابل عشان يخلي هو الواي لتحت هتلاقي المعادله هنا فيها نيجاتيف، يبقى النيجاتيف ده عشان احنا عاكسين اصلا ايه اتجاه محور واي. بس هو هنا مديني علاقه ما بين واي دبل داش. اولا نعرف الترمات اي اي دوت ده معامل المرونه بتاع الماده، يعني انت دلوقتي عندك الديفليكشن اللي هيحصل
في كاميرا من الخشب غير الديفليكشن اللي يحصل في كاميرا معمولة من الخرسانة غير الديفليكشن اللي يحصل في كاميرا معمولة من الستيل. طب ازاي اخلي ده عامل في المعادلة ان هو يغير لي الديفليكشن لو نفس الكاميرا بنفس الابعاد بنفس الاحمال بس مرة خرسانة مرة ستيل مرة ازاز مرة خشب؟ ما هو الديفليكشن هيختلف، قيمة التريحة هتختلف. فدخل معاه عامل المادة الماتيريال اللي انت شغال بيها اللي هي EI، E اللي هو يانجس مودلس والآي اللي هي الانيرشيا. طب حلو، واي دبل داش ده ايه؟ قال لك انت دلوقتي بتبحث انك تجيب علاقة ما بين اكس وواي، يعني دي فانكشن. طيب لو عملت فيرست دريفاتيف للواي تبقى واي داش، لو عملت سكند دريفاتيف للواي تبقى واي دبل داش. هو بقى بادئ معاك بقى من الاخر، هو مديك واي دبل داش. طب وبعدين انت لو وصلت العلاقة ما بين الواي دبل داش واكس، حيث اكس هو البوزيشن بتاع النقطة اللي انت عايز تحسب عندها، جبت علاقة ما بين الواي دبل داش والاكس، تقدر تعمل مرة انتجريشن تجيب علاقة ما بين الواي داش، انتجريشن تاني تجيب علاقة ما بين الواي. فهو عشان كده تسمى دبل انتجريشن، ان المعادلة اللي احنا هنديها لك دي معادلة اصلا بتجيب الواي دبل داش عشان انت توصل للواي اللي هي الديفليكشن، فهو دوت الدبل انتجريشن. طب تعالى بقى عرفني ايه هي الواي دبل داش وايه هي الواي داش وايه هي الواي. دي الواي اللي هي قيمة الهبوط اللي هيحصل، خلاص دي احنا عارفينها. طب الواي داش، الواي داش هي الفيرس دريفاتيف. اه وكان ليها تعريف تاني في الرياضة، حد عارفه؟ ها يا جماعة؟ ايوه السلوب، السلوب صح كده. يبقى انا لو عايز السلوب اللي هو انا قلت لكم فوق بيتحسب اللي هو ده، اجيب الواي داش اللي هي بتساوي تان ايه الفا. في مسائلنا احنا هي هتساوي الفا بقى. الله ليه؟ انت بتتكلم في زوايا صغيره جدا، في زوايا صغيره جدا، فمش هتعرفها اصلا، مش هتشوفها. مش كده يا جماعه؟ طيب كانوا بيقولوا لنا زمان تان الفا في حاله السمول انجلز، فتان الفا هي الفا. طيب ايه الواي دبل داش؟ بصوا كده باختصار، يعني بتوع الرياضه بيقول لك ايه، الكيرف ده اللي هو الديفليكشن ده كانه جزء من دايره نص قطرها رو، واي دبل داش هي واحد على رو. طب احنا لينا ان احنا نفهم الكلام ده هيفيدنا في المسائل؟ لا، انا بعرفه لك كتعريف فيزيكال مينينج، انما هو في المسائل انت عارف ان ده واي دبل داش، هتعمل له انتجريشن مره هيبقى واي داش، حيث واي داش هي سلوب الكيرف، هتعمل له انتجريشن كمان مره هتبقى هي واي، حيث واي هي الديفليكشن بتاع الكيرف. بس كده، تمام كده يا جماعه؟ اهو دي المعادله. قال لك يبقى انا لو خدت المعادله دي وديت الاي اي دي تحت، يبقى الواي دبل داش بتساوي نيجاتيف ام على اي اي. دكتور انت ما قلتناش ايه هي نيجاتيف ايه الام ده؟ انت قلت لنا واي دبل داش اللي هو التعريف الفيزيائي اللي هو ايا كان، يعني اللي هو علاقه مع نص قطر الدايره اللي اترسم منها الالاستيك لاين ده. اوكي ماشي، احنا هنعمل نفسنا ان احنا ايه يعني ايه فهمناه. والواي داش انت قلت لنا ان هي ميل المماس، والواي هو الديفليكشن، والاي اي هي خاصه بالماتيريال عشان احنا عارفين ان الماده هتاثر شويه في قيمه الديفليكشن. طب معلش ايه الام؟ الام ده المومنت عند القطاع اللي انت عايز تدرسه. انت في الاخر الكاميرا طولها 100 متر، انت عايز ديفليكشن عند نقطه معينه، فالمومنت فالام هو المومنت عند النقطه دي. طب حلو، طبعا المعادله بتاعتك بتبقى واي دبل داش بتساوي نيجاتيف ام. انت جاست انك بتعمل اول انتجريشن بتزود كونستانت لان ده مش تكامل محدد، جاست انك جيت تعمل تاني انتجريشن الكونستانت الاولاني ده بيتضرب في اكس
ويزود كونستانت تاني. ده اساسيات الايه الانتجريشن. وطبعا عشان تفتكروا الاساسيات بتاعت الانتجريشن انك بتزود على الاس واحد وتقسم على الاس الجديد. طيب الكونستانتس دي هتبقى مجاهيل بالنسبه لي، اجيبها ازاي؟ اجيبها من حاجه اسمها باوندري كونديشنز. يعني ايه باوندري كونديشن؟ الحته اللي احنا اتكلمنا فيها دي، ان في نقط معينه اوريدي انت طبعا عارف الاكس بتاعتها، يعني عارف مكانها فين في الكاميرا، في اولها في اخرها، بعد 4 متر من البدايه، بعد 5 متر من البدايه، ما الكاميرا بتبقى المساله بتبقى جايه لك بابعاد. السبورت معروف هو فين في المساله، فانت بتيجي تعوض عند السبورت بالمكان بتاعه اللي هو اكس، فتحط في المعادله الاكس، وبالمعلوميه بقى هل انت عارف عنده واي بكام، عارف واي داش بكام. يعني ايه؟ احنا اتفقنا ان الهنج سبورت الاكس والواي بزيرو، بس الواي داش مش بزيرو، لان اتفقنا ان فيه بيحصل هنا روتيشن في الاول، اهو الكيرف نازل مايل اهو. انما الفيكسد سبورت السلوب عنده بزيرو، يبقى لو في فيكسد سبورت هتستفاد ان الواي والواي داش عندها بزيرو. انما لو في هنج سبورت او رولر سبورت انت هتستفاد ان الواي عندها بزيرو، انما الواي داش انت ما تعرفش عنها اي حاجه. تعالى بقى ناخد مسألة كده عشان المسألة دي ايه مهمة قوي. اول حاجة ادي مسألة ايه، ثواني بس، تمام. تعالى نرجع المسألة ايه، مسألة رياكشن 10 رياكشن 20 رياكشن 15 مسافات 2 2 2. طبعا انت في الاول لازم تحسب الرياكشنز. حاجة مهمة عايز اقولها لكم، الرياكشنز لو غلط المسألة بقت في حتة تانية خالص، تمام؟ انا ممكن وليس شرط، ممكن في المساله اديك الرياكشنز عشان حرام اضيع لك المساله كلها على رياكشنز انت حاسبها غلط. ده ممكن، بس ده مش معناه ان انت ما تعلمش تحسب رياكشنز، لان انا ممكن ما اجيبهاش، مش شرط يعني. انا ساعتها بقى وهي وظروفها، بس سيادتك عشان تحسب رياكشنز بتقف في الاول تاخد هنا مومنت، تقول 10 في 2 20 في 4 15 في 6، الكلام ده ناقص الواي المجهوله اللي انا ما اعرفهاش في 8، اقدر اجيب الواي دي بكام؟ سبمشن الواي اقدر اجيب الواي دي بكام؟ ماشي كده يا جماعه؟ يعني مثلا اكيد اكيد في الكويز حضرتك مش هيجي لك الرياكشنز. الكويز انت عندك كويزين هيتعملوا، ها عشان برضه تبقوا عارفين، كويز ممكن يبقى على اخر الاسبوع اللي جاي، يعني كويز في الليكتشر الرابعه وكويز في الليكتشر ال11، وبرضه هخلي الباشمهندسه انا هاكد عليكم في المحاضره اللي جايه. ماشي كده يا جماعه؟ طيب نيجي احنا نعمل ايه بقى؟ الفكره كلها يا جماعه ان انا لما باجي اديك المساله واجي اقول لك مثلا ايه، انا عايز الديفليكشن هنا، عايز الديفليكشن هنا، السلوب هنا مثلا، فانت بتيجي ترسم المحاور بتاعتك. فانا حطيت محور واي وادي محور اكس. طيب ركز بقى معايا قوي 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 بالكلمتين اللي هقولهم اللي جايين دول، عشان دول مهمين جدا. انت هدفك ان انت تعمل ايه؟ هدفك انك توصل لمعادله عامه. خد بالك من كلمه عامه دي قوي، معادله عامه للكاميرا دي. يعني ايه؟ يعني المعادله دي تنفع لو انا عايز احسب ديفليكشن هنا، وتنفع لو انا عايز احسب ديفليكشن هنا، وتنفع لو انا عايز احسب ديفليكشن هنا، وتنفع لو انا عايز احسب ديفليكشن هنا. طب لما اجي اعمل المعادله بتاعتي وتخيل ان انا بحسب العزم، احسبه فين بقى يا جماعه؟ السؤال ده لازم الناس كلها تتاكتف معايا فيه عشان هو مهم. يا جماعة أبعد نقطة في الكاميرا، أبعد نقطة في الكاميرا. حد عنده أي اقتراح تاني؟ يعني أقف هنا بالظبط عند مسافة 8؟ لا، قبل 8، علشان 8 هيبقى عندها بزيرو الديفلكشن، بزيرو. اوكي،
طب لو ما كانتش بزيرو، يعني مثلا لو انا مديك كاميرا كده هنقول دي 6 ودي 2. شفت بقى النقطة الأخيرة ما فيهاش ديفليكشن بزيرو اهو. هاخد المومنت فين؟ هي مالهاش علاقة ان المومنت في الآخر بزيرو، انت بتاخدي جاست بيفور الآخر بملي. يعني ايه بقى؟ ركزوا معايا عشان الحتة دي مهمة قوي. انا هدفي في الآخر ان انا اوصل لفانكشن، بس الفانكشن عشان تبقى فانكشن اصلا لازم يبقى فيها فاريبل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش الفانكشن تبقى رقم، يعني ما ينفعش اقول اي اي واي دبل داش ايكوال رقم، ما بقتش فانكشن. لازم اي اي واي دبل داش ايكوال فاريبلز اكس. يعني لما تيجي تبني معادله في الرياضه ما بتخليهاش عند سيرتين بوينت، لا انت بتخليها راندوم. يعني انا ايه لما اقول دلوقتي ان انا هاخد قطاع جاست بيفور النهايه بملي؟ ده معناه ان القطاع ده ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى هنا، ممكن يبقى في اي حته، صح ولا لا؟ يبقى انا كده خليت القطاع بيمثل الكاميرا كلها ولا لا؟ يعني معنى صح بقول ان اكس دي بتفاريبل من 0 ل 8. فهمتوا كده يا جماعه؟ الاكس دي مكان القطاع بتاعي بيتغير من 0 ل 8. فهمتوا معايا؟ ايوه يا دكتور. ايوه تمام. طب هل ينفع ان انا كنت اخد القطاع هنا؟ لا. كده انت تقدر تاخد الاكس من 0 ل 6. طب ليه بقى؟ لان ال 15 دي انت اهملتها. انت عايز القطاع يخش فيه كل اللودز اللي على المساله. انما لو خدت قطاع هنا بس فانت اوريدي خدت دول بس. يبقى القطاع لازم يبقى قبل النهايه بالظبط عشان ياخد كل اللودز، كل حاجه في المساله. طب واحد هيجي يسال سؤال بقى ايه بقى حلزوني، طب لو انا عايز عند النهايه بالظبط، يا عم ماشي عوض عن الاكس ب 8 هتجيب لك النهايه بالظبط. ايه المشكله؟ بس الرياكشن ده احنا ما بندخلوش في المعادله. ليه طيب؟ ما انا عايزه يخش معايا. لا انت حتى لو واقف عند النهايه بالظبط وبتحسب المومنت، الرياكشن ده مش هيخش معاك. الله، يعني الرياكشن ده مش مؤثر؟ لا هو مؤثر ان هو اثر في الرياكشن الثاني. يعني ايه؟ يعني شكل الاحمال مع الرياكشن الثاني ايه اللي ظبطهم؟ الرياكشن ده. يعني لو الرياكشن ده ب 10 يبقى الباقيين دول ب 35، لو الرياكشن ده ب 5 يبقى الباقيين دول ب 40. فهو تاثيره اندايركت انه غير قيمه الرياكشن ده، انما ان هو نفسه يخش معاك في المعادله لا مش بيخش، لان انت اوريدي لو واقف عند النقطه دي وعايز تحسب المومنت او عايز تحسب الديفليكشن يعني اوريدي هو مش هيخش معاك في الحسابات. يبقى احنا بنيجي قبل النهايه بملي ناخد قطاع، حلو قوي، ونحسب المومنت عند القطاع المتغير ده، بحيث ان المومنت لو ديله تحت يبقى موجب، لو ديله فوق يبقى سالب. طب حد كده يقول لي بقى ال 21 وربع دي تضرب في كام؟ اكس. حلو، وال 10 اكس ماينس 2، وال 20 اكس ماينس 4، 15 اكس ماينس 6. صح كده، تلاقي المعادله اهي 15 اكس ماينس 6، 20 اكس ماينس 4، 10 اكس ماينس 2. طب يا دكتور احنا كنا قايلين ان دول بالسالب، لان احنا اوريدي الفورس دي وهي بتلف دي لها فوق والفورس دي وهي بتلف دي لها تحت، يبقى دول بالسالب ودي بالموجب، صح؟ بس انت اوريدي في ماينس بره هنا فهتلاقيك متعاكس الاشارات بقى على طول. معايا كده؟ طيب تمام. المفروض بقى ان المعادله دي، انا عارف طبعا انتوا خدتوا السكشن وفاهمين، بس انا هقول للناس اللي ما خدتش السكشن بقى ان احنا بنشرح في المحاضره هنا في سكراتش. واحد هيجي يقول لي طب يبقى 15 في اكس وبعد كده 15 في 6 ب 90، وبعد كده 20 في اكس و20 في 4 ب 80، وبعد كده 10 في اكس و10 في 2 ب 20،
وبعد كده 21 ربع اكس واجمع كل الاكسات لوحدهم واجمع كل الكونستنتس لوحدهم، صح كده ولا ايه يا جماعه؟ ما ينفعش بقى، احنا ما بنفكش الاقواس. طب ليه بقى ما بنفكش الاقواس للناس اللي ما تعرفش حاجه؟ انت دلوقتي بتقول ان انا واخد القطاع هنا فاوريدي كل اللودز دي دخلت في المعادله، صح؟ صح. طب لو انا عايز اجيب ديفليكشن هنا عند مسافه متر مثلا، هل ينفع اعوض في المعادله دي؟ يا ابني ما عند مسافه متر ال15 مش داخله معاك وال20 مش داخله معاك وال10 مش داخله معاك، يعني ما انت لما تقف هنا وتاخد مومنت كل اللي داخل معاك هم دول بس اللي هي ال21 وربع، وانت عامل لي معادله داخل فيها كله. طب ما انت كده برضو لخبطت نفسك. يعني انا لو وقفت عند النقطه دي وحسبت المومنت، انا هدفي كله في الاخر ان انا احسب المومنت، حسبت المومنت من ناحيه الشمال هيخش معايا 21 وربع بس. طب ازاي المعادله تفهم ان انا لو بحسب عند اكس بواحد او واحد ونص، يعني اكس لغايه 2 يعني، دول كلهم ما يخشوش معايا؟ براكت لو طلع نيجاتيف. ايه؟ براكت لو طلع نيجاتيف. بالظبط. احنا جينا قلنا ايه؟ عشان نعمل المعادله مره واحده وتبقى سهله علينا احنا مش هنفك الاقواس. طب وبعدين؟ احنا هنعمل المعادله من غير ما نفك الاقواس، يعني اكس ناقص 6 تفضل زي ما هي، اكس ناقص 4 تفضل زي ما هي، اكس ناقص 2 تفضل زي ما هي. تيجي تعمل انتجريشن، اخد القوس ده زي ما هو وزود على القوس واحد واقسم على القوس الجديد. وهكذا هنا ال20 لما اتقسمت على الاثنين بقت 10، ال10 لما اتقسمت على الاثنين بقت 5، وديت بقت اكس سكوير على الاثنين، وقمت مزود كونستانت وقمت عامل نفس الموضوع تاني لما كملت مره كمان. طب وبعدين؟ انا مثلا دلوقتي عايز اجيب الديفليكشن عند اكس بواحد بحيث ان لازم اضمن ان اللودز الكونسنتريتد دي مش هتخش معايا. هاجي اقول لك من الاول كده بتعوض باكس بواحد، لو ما بداخل القوس نيجاتيف ده معناه ان الترم ده كله مش موجود معاك. يعني اكس ناقص 1 يعني اكس ناقص 6 يعني 1 ناقص 6 سالب 5. النيجاتيف ده هو ما هو الا سين ما بيننا، اشاره، يبقى ده معناه ان البراكت ده مش داخل اصلا، ده ورا القطاع مش قدام القطاع، يبقى ده مش داخل معايا. طب 1 ناقص 4 بسالب 3 يبقى برده مش داخل معايا، 1 ناقص 2 بسالب 1 يبقى ده برده مش داخل معايا، يبقى هم دول اللي داخلين معايا. ما بداخل القوس مش ان الرقم كله بالنيجاتيف، لان النيجاتيف دي اوريدي من الحسابات، ما بداخل القوس لازم يبقى بوزيتيف عشان يخش معايا في الحسابات. فهمتوا كده يا جماعه؟ طب الكونستانت هنا اجيبها ازاي؟ هقول لك سهله جدا. هتيجي في المساله الاولانيه هتقول والله انا عندي معلوم ان لما الاكس بزيرو عند النقطه دي عند بدايه الاكس، لان الاكس بتحسب من الشمال، كانت الواي بزيرو، ولما الاكس كانت ب 8 برضه الواي بزيرو، فهتقوم واخد المعادله بتاعه الواي، هتقول لما الاكس بزيرو كانت الواي بزيرو، ولما الاكس ب 8 كانت الواي بزيرو، هتحلها مرتين هتطلع منهم الايه؟ السي 1 والسي 2. طبعا وانا بحط زيرو ده معناه ان لو ما بداخل القوس نيجاتيف مش داخل معايا في الحسابات. وتوصل للمعادلتين النهائيتين للواي داش والواي بعد ما حطيت الكونستانس، واي نقطه بعد كده اطلبها منك تقدر ايه تحطها. ماشي كده يا جماعه ولا ايه؟ يا جماعه تمام يا دكتور. طيب يبقى ده معناه ان لازم الترمات بتاعت العزم، المعادله يعني بتاعت العزم، تبقى كلها اكسات. ما ينفعش الاقي في معادله العزم رقم. انت الاول بتاخد قطاع وتحسب معادله عزم، صح ولا لا؟ وبعد كده تضربها في سالب وبعد كده تعملها انتجريشن. المفروض القيم بتاعت العزم دي تبقى كلها فاريبل. انت لو خليت رقم واحد ابسولوت ما ينفعش، ده معناه ان القطاع بتاعك في حاجه غلط، لازم كله يبقى متغير، لان انت اوريدي فارض قطاع انت مش عارف مكانه فين. يبقى ازاي انت فارض قطاع مش عارف مكانه فين وفي رقم ثابت؟ ودي المشكله اللي هتقابلنا دلوقتي. من المومنت هنا واحده واحده، 19 وربع تتضرب في كام؟ ربع تقع
في ناس كتير معانا هنا. اي حد كده معايا؟ ايوه يا دكتور. ماشي خلاص ناخد نور. طيب باشمهندس نور او باشمهندسه نور؟ باشمهندس نور. نعم معايا؟ ايوه مخلص. طيب دلوقتي المفروض ان انا لو عند القطاع دوت اضرب 19 ربع دي في كام؟ اكس. طيب والعشرة؟ اكس ماينس 2. والعشرين؟ اكس ماينس 4. طب والمومنت اللي هو 16؟ تقريبا نحط اس 0 بالظبط. لو انا بدات وقلت 16 بس لان المومنت ما بيضربش في مسافه هقول لك صح، بس انت بقى كلامك يبقى صح لو انت بتدرس الحته دي بس، انما لو بتدرس الحته دي المفروض المعادله تفهم ان ال16 مش داخله فيها، لان اي قطاع انت هتاخده هنا ال16 مش داخله فيه. لو حسبت المومنت من الشمال فال16 مش داخله فيه. طب ازاي المعادله تفهم ان كل ما هو قبل ال16 مش داخل معاك، انما كل ما هو داخل بعد ال16 داخل معاك؟ ولو احنا جبنا واحد في ستراكشر 1 هيقول لك ايه، او الستراكشر ميكانيكس اخد يعني سبمشن اكس وسبمشن واي، هيقول لك والله انا بحسب المومنت عند اي نقطه المومنت الكونسنتريتد ما بيضربش في مسافه. هاجي اقول له خلاص انا هحط مسافته اللي هو لو انا واقف هنا فهي دي مسافته اللي هي اكس كلها ناقص 4، بس احط فوقيها زيرو هنا ليه؟ عشان اوريدي كاني ما استخدمتش المسافه. بس ليه حطيت القوس؟ عشان بعد كده اعرف ان لغايه 4 لغايه اكس ب 4 ال 16 دي مش داخله معايا، بعد اكس ب 4 ال 16 داخله معايا. فهمتوا كده؟ تمام. بس وبعد كده تكمل عادي جدا. طيب خلينا بقى ناخد كيس اليونيفورم. انتوا خدتوا لغايه فين مع في السكشن؟ الهيدرو سكشن. احنا ما خدناش اليونيفورم ده في السكشن. طيب حلو ناخد احنا بقى اليونيفورم بقى. يلا اليونيفورم ده ليه كذا كيس بقى، تعالوا نشرحها الاول. عندي خلينا نتكلم على مساله كده. هنقول الطول ده 10 متر ماشي يا جماعه، وهنقول عليه ديستريبيوتد لوب كده. دي اسهل حاجه ممكن تيجي لك في الاول. فيبقى الرياكشن ده بكام؟ 2 في 10 ب 20، يجي لي هنا 10 وهنا 10، صح ولا غلط؟ صح كده؟ طيب المفروض ان انا اخد قطاع هنا اخد كده ده اكس ده واي، باخد قطاع هنا والمسافه دي كده ايه؟ اكس. يبقى معادله المومنت بتساوي ايه؟ المومنت عند القطاع بيساوي ايه؟ ها؟ 10 في اكس ناقص 10 في اكس ناقص ها؟ اتنين في اكس على الاتنين؟ صح. دي خدتيها قبل كده ولا عرفتها لوحدك؟ لا دلوقتي عرفتها. اوكي شويه الديستريبيوتد لود دولت طولهم اكس، طولهم مجهول، فيبقى المحصله بتاعتهم 2 في اكس. هتش يقول لي بقى المحصله بتاعتهم 10، 2 في 10 هو القطاع ده انت عارف مكانه فين؟ لا
يبقى هجيب الديستريبيوتد لود از لود، يعني لما اجي اجيب الريزلتنت بتاعه الديستريبيوتد لود معلومه اهي لازم تبقى فاريبل، محصله الديستريبيوتد لود لازم تبقى فاريبل. ماشي، يبقى المحصله 2x ماشي كده، في المسافه دي قد ايه بقى؟ ها مش مهندس سألتها اكس على الاثنين بالظبط، يبقى بالظبط اشوف بس الماوس فين، 2 اكس في اكس على الاثنين صح، وتطلع اكس سكوير بالظبط. وبعد كده نكمل عادي جدا اهيت، هو طبعا بس الموضوع كان مختلف شويه، اللود بس مختلف، فهنقول 6x وديت 2x في x على 2 اوكي. طيب لو الديستريبيوتد لود ما كانش بكامل طول القمر تبقى محصله الديستريبيوتد لود هنا بكام؟ في اكس اكس ناقص 4 على اكس ناقص 4 سكوير على 2 اكس ناقص 4 صح. ايه بقى اللي حصل؟ ما هتبقى 2 في اكس ناقص 4 سكوير على 2. ايه بقى اللي حصل؟ بصوا بقى، انا لما اجي اقول طول الديستريبيوتد لود ده كام، مش طوله 4، طوله اكس كلها ناقص المسافه دي، يبقى اكس ناقص كام؟ 4. بالتالي انت لما تخلي طول الديستريبيوتد لود فاريبل، اكيد اكيد لو انا عايز مثلا، انت قلت ان طول اكس ناقص 4 صح؟ اوكي. طب لو انا عايز ديفليكشن عند نقطه اكس ب 2، يبقى هتحط جوه في اكس ناقص 4 تعوض عن اكس ب 2 تبقى 2 ناقص 4 نيجاتيف، فهمت ان الديستريبيوتد لود ما كانش موجود معايا في الحته دي. يبقى هنا طول الديستريبيوتد لود اكس ناقص 4. فبالتالي لما اخد المومنت عند القطاع ده هقول 9 ونص في اكس وال10 في اكس ناقص 2 والديستريبيوتد لود طوله اكس ناقص 4 تبقى محصلته 2 في اكس ناقص 4 وبعد المحصله عن القطاع اللي هي اكس ناقص 4 على 2. اقول تاني اقول تاني الناس كده تمام ولا اقول تاني؟ تمام يا دكتور. طيب الحته دي كده تمام، الحته دي طولها اكس ناقص 4، يبقى انا لو بتكلم على نص الحته دي تبقى اكس ناقص 4 على 2 ده للتاكيد. دي بقى ايه اهم حاجه بقى المساله دي بقى، لو نفس المساله بالظبط ومناخدينها وعكسينها الرياكشن ده بتسعة ونص والرياكشن ده تمانية ونص، ها نعمل ايه يا جماعة؟ ها احلها ازاي؟ لو انا خدت القطاع هنا خلاص كده ساعتها الديستريبيوتد لود هيبقى فاريبل، ها لا طب اعمل ايه؟ وكده غلط كده ساعتها ممكن نعكس محاور
محور اكس نعكس المحاور يعني نبدا نحذف الورق بصايا شفتها في الورق في الحاله دي نعكس المحور بحيث بصوا يا جماعه معلومه من الاخر لازم القطاع يبقى في الديستريبيوتد لود لو القطاع مش جوه الديستريبيوتد لود يبقى مساله غلط عشان نجيب من الاخر لازم القطاع يبقى جوه الديستريبيوتد لود طب والقطاع بتاعي المفروض قبل نهايه الكاميرا بملي يبقى لازم الديستريبيوتد لود يوصل لغايه نهايه قبل الكاميرا بملي ماليش دعوه لازم تتصرف وتعملها طبعا مش فاهمه ليه يا دكتور ايه ليه هو لو مش واصل لغايه القطاع يعني القطاع هنا اهو تعال بس اشوف الماوس فين القطاع هنا اهو والديستريبيوتد لود مش واصل لغايه القطاع صح طيب صح. ايه تمام ماشي في الحاله ديت لما اجي اخد المومنت عند القطاع دوت هتلاقي الديستريبيوتد برقم طب ايه الغلط في ده ان القطاع ده المفروض ينفع لو القطاع هنا او هنا او هنا طب لو هنا مش ده معناه ان انت خدتي حته من الديستريبيوتد لود ما خدتيش الديستريبيوتد لود كله اه ايوه تمام طب تبقى المعادله الاساسيه غلط انت في المعادله الاساسيه حاطه الديستريبيوتد لود كله ايوه فلازم الديستريبيوتد لود يبقى طوله متغير يتغير مع تغير القطاع تمام يعني لازم يبقى فانكشن في الاكس ما ينفعش يبقى رقم ثابت ايوه في حد كان عايز يقول حاجه ممكن يا دكتور امد الديستريبيوتد لود ايه امد الديستريبيوتد لود اه فكره حلوه امده ازاي بقى امده كده يعني اه واحط تحت عكسه والسلوك ده تاني في الجزء اللي انا مديته ما تقنعنيش انك ما خدتش الماده دي قبل كده لا خدتها قبل كده بس صح كده ماشي دي مش هتيجي في دماغ طالب عادي بس خلي دي الفكره اللي جايه ماشي الفكره اللي انت بتقولها دي لما يبقى في نص الكاميرا بصوا يا جماعه كده ملهاش ايه لكن كده ملهاش لازمه لا ما لسه هقول اهو اسمع المساله دي ليها طريقتين الطريقه الاولانيه انك تعكس المحاور تمام يعني ايه تعكس المحاور يعني تخلي الاوريجين هنا فبالتالي القطاع هيبقى هنا فاجي في اخر المساله فخلاص بقت تمام بقت اختي اللي فوق طب هل سؤال هل في الحل الاولاني لما تعكس المحاور ما فيش اي حاجه اخدها معايا في الاعتبار يعني دي ودي زي بعض ولا ايه لا في حاجه لازم تاخدها في الاعتبار ايه هي لما بتعكس المحاور في معادله بتضرب منك ايه هي المعادله معادله الواي داش يعني ايه يعني انت لما بتعكس المحاور لو زميلك حلل المساله دي وجيت قلت له عايز السلوب عند النقطه دي فهو جاب الواي وجاب الام وعمل لها دبل انتجريشن فجاب الواي داش وجاب الواي وعوض باكس ب2 فطلع معاه السلوب بخمسة طيب جه واحد تاني عكس المحاور خد المساله يعني وعكس المحاور يعني واحد تاني في المساله دي سوري خلينا في المساله دي قام حاطط المحور هنا والاوريجين هنا وقام عوض عن اكس بدل ما هي ب2 قام عوض عنها بستة يعني اتنين قعدوا يحلوا المسألة واحد حلها ان الاوريجين شمال واحد حلها ان الاوريجين يمين اتنين قاعدين مع بعض فواحد هتبقى النقطة اللي عندها concentrated load دي اللي حط الاوريجين شمال هتبقى الاكس بالنسبة له باتنين انما اللي حط الاوريجين يمين وتعامل مع المسألة هتبقى الاكس بالنسبة له بستة طيب هل الاتنين يطلعوا نفس الديفليكشن اه لو عوضت في معادلة الواي عندهم هيطلعوا نفس قيمة الديفليكشن طب هل الاثنين يطلعوا نفس قيمه الواي داش اه بس ده يطلعها موجبه وده يطلعها سالبه طب نعمل ايه الصح واللي الاشارات مظبوطه عليه ان الاوريجين يبقى ناحيه الشمال يطلع لك السلوب صح طيب انت خدت المساله وعكست المحاور عادي امشي عادي جدا احسب المومنت اعمله دبل انتجريشن وبعدين وما تضربش معادله الواي داش في سالب عشان ما تضربش منك لان انت في اي مساله فاهمين بس الغلطه اللي انتوا بتقعوا فيها لو ضربت معادله الواي داش في سالب هتاثر لك على معادله الديفليكشن لما هي الديفليكشن جاي من الواي داش الله امال اعمل ايه
لو قالب المحاور سيب معادلة الواي داش زي ما هي ما تلعبش فيها. لو قالب المحاور سيب معادلة الواي داش زي ما هي وهات معادلة الواي منها خلاص تمام. عايز ديفليكشن عند نقطة عوض في المعادلة دي والديفليكشن يطلع يطلع زي ما هو. عايز سلوب عند نقطة وانت عاكس المحاور عوض في معادلة الواي داش وطلع السلوب وبعد ما يطلع خالص في الاخر يضربه في سالب. انما ما تضربش المعادلة في سالب لانها هتأثر على المعادلة اللي بعديها. يبقى لو انا عكست المحاور كل اللي هتعمله ان انت لو بتجيب لي سلوب بعد ما يطلع معاك خالص في الاخر برقم اضربه في سالب. ماشي كده يا رجاله؟ تمام ولا اقول تاني؟ باشمهندسين وباشمهندسات. لا تمام يا دكتور. تمام ما حدش يضرب معادله الواي داش في سالب. طيب اخر فكره، لو الديستريبيوتد لود طلع في النص كده، ما هو يعني هجيب المحور يمين هجيب المحور شمال مش داخل فيه، وما ينفعش ان انا اقول ايه خلاص ادي محور، ما ينفعش ان انا اعمل كده، اعمل كده محور واعمل كده محور واخد القطاع هنا. انت لو خدت القطاع هنا ركز معايا بقى الديستريبيوت اللود ده ثابت قيمته 2 في 4 ما ينفعش. قال لك طب نعمل ايه؟ الحل بقى اللي قاله الباشمهندس، قال لك خلاص مد الديستريبيوت اللود ده لغايه هنا. طب ما انا كده غيرت في المساله، بدل ما الديستريبيوت لود في المساله الاصليه كان طوله 4 بقى طوله 8. قال لك ماشي حط زي واحد من تحت، يعني يبقى في ديستريبيوتد لود راسي لاسفل وفي ديستريبيوتد لود راسي لايه؟ لاعلى. فبالتالي انت عملت كل حاجه انت عايزها. اول حاجه ضمنت ان كل الديستريبيوتد لودز اللي عندك واصله في السكشن، يعني مخترق السكشن تمام. تاني حاجه ضمنت ان اللي انت زودته شلته، انا زودته مربع لفوق ومربع لتحت، اهي المساله بالشكل تبقى كده. فبقى الديستريبيوتد لود اللي فوق ده كله طوله اكس ناقص 4، الديستريبيوتد لود اللي تحت ده كله بقى طوله اكس ناقص 8. فهمتوا كده ولا قلت تاني؟ انا زودت شوية لود من فوق وزودت شوية لود من تحت، الاثنين نفس القيمة ونفس البوينت اوف اكشن يلاشوا بعض. أقول تاني؟ ها؟ لا تمام يا دكتور. طيب ففي الحالة ديت هيبقى القطاع اهو، يبقى المومنت 14 في اكس 10 في اكس ناقص 2. الديستريبيوتد ده اللي قيمته 2 في اكس ناقص 4 في اكس ناقص 4 على 2 اهو 10. 10 دي كونسنتريتد لود في المساله من الاول، ها في اكس ناقص 8. هي بس المعادله دي مكتوبه غلط، ال10 مش موجوده فيها، ها ركزوا بس ال10 دي نسيت تتسقط هنا. ولو دول اشارتهم سالب هتحط بقى انت عندك الديستريبيوتد لود اللي تحت ده تبقى اشارته موجبه، قيمته قيمه الديستريبيوتد لود اللي هي ب 2 في طول اكس ناقص 8 في اكس ناقص 8 على 2 اللي هي الحته دي اللي هتزيد معاك. تمام كده يا جماعه؟ طيب طب لو عندي حاجه زي كده ها لو خدت القطاع هنا هيبقى الديستريبيوتد لود ده قيمه ثابته، اعمل ايه؟ اطوله واحط تحت. نعم اطوله واحط تحت. ايه؟ اطوله لغايه اخر الكاميرا واحط تحت زيه تحت. طب وليه؟ ما هو اوريدي وصل معاك لغايه اخر الكاميرا، ليه نلف حوالين نفسنا؟ صح
ما اخد 2 في طول اكس ناقص 4 طول ده كله، وبعدين شويه اللود اللي فوق دول اخدهم بواحد بقى مش بتلاتة، في اكس ناقص 8 اللي هي الحته دي. اقول تاني ولا ايه؟ اقول تاني ولا تمام؟ تمام يا مشروع تحت يعني. المره الجايه الفاريبل انيرشيا والانترميديت هينج. انا كنت عايز بس ده المثلث. لو عندي كاميرا عليها حمل مثلث، حلو الكلام. المثلث ده طوله 6 متر، ارتفاعه وقيمته 4 طن بالمتر رن. حطينا حسبنا الاكشن دي طلعت ب 2 و 4 ودي ب 9 و 6. طيب عايزين نحسب الديفليكشن في المساله دي عند نقطه A وعند نقطه B. طبعا هفرض المحاور اوكي اكس اهي وواي، وبالتالي A دي عند اكس ب 4 وB دي عند اكس ب 8. خلاص دي احنا عارفين النقط وهنعوض في الاخر ومفيش مشكله. طيب اما باجي ابدا حلي واخد القطاع هنا، ركز بقى معايا قوي، ده نان يونيفورم لود، ها عشان ده رخم شويه. ساعتها اللود ده بكام؟ ايه انت رحتوا فين؟ انتوا نمتوا ولا ايه؟ لا في ايه هنعمل ايه طيب؟ في ناس قالت ريتاج ولا لا سوري هايدي. هايدي تمام، هي ما وصلتش كتير، هي مش موجوده اصلا. ماشي ها نعمل ايه هنا؟ الديستريبيوتد لود ده طوله قد ايه؟ ستة. لا مش ستة بقى، فانكشن في الاكس اكس ناقص فور. اكس ناقص فور، حلو قوي الكلام ده تمام. ارتفاعه قد ايه؟ اربعة. لا اربعة ده لو انت في النهاية، انما لو انا عند قطاع متغير يبقى ارتفاعه كام؟ تعمل سيميلاريتي. لازم بقى هنا ارتفاع الارتفاع نفسه كمان هيتغير. ليه؟ ده نان يونيفورم صح؟ يبقى مكان ما القطاع يبقى موجود هتلاقي الارتفاع اتغير صح ولا لا؟ يبقى انا دلوقتي بقول ان انا عندي اللود الرئيسي، اللود الرئيسي كان المثلث طوله 6 وارتفاعه 4. الأربعة دي عند نهاية الستة، أوكي مفيش مشكلة. طب أنا خدت قطاع على مسافة طولها إكس ناقص 4. يبقى ساعتها اللود بكام؟ تعمل سيميلاريتي. وساعتها يبقى قيمة الحمل المثلث هو عبارة عن هاف بيس في هايت. هاف إكس ناقص 4 في قيمة الهايت. فهمتوا كده؟ يبقى انا لو واقف باخد المومنت هنا هقول ال2 و4 دي في الاكس خلصت، اللود ده بالسالب قيمته كام؟
قيمته الارتفاع اللي هو 4 على 6 في x ناقص 4 في البيز اللي هي x ناقص 4 على الاثنين، يبقى انا كده جبت الفورس. طب بعد الفورس عن القطاع تلت المسافة اللي هي x ناقص 4 على 3. نقول تاني ولا وصلت؟ تمام تمام سكوت علامة الرضا بس. طيب المرة الجاية نكمل بقية الأفكار، بس في مسألة أنا عايز أديها لكم دي للتفكير للمرة الجاية. المسألة دي نحلها ازاي؟ فكروا فيها المرة الجاية، صوروها. ماشي كده يا جماعة؟ مش تمام يا دكتور. ماشي، المرة الجاية هتبقى السبت الساعة 12 إن شاء الله. هو كده السكشن هيبقى مكان المحاضرة الساعة 8؟ لا هو السكشن معاده الساعه كام اصلا؟ 10 تقريبا. الساعه 10؟ السكشن الساعه 10 كده. السكشن الاثنين في نفس المكان ايه الجدول؟ الاثنين في نفس المكان في الجدول. اه لا احنا هنخش اونلاين ف ايوه السكشن هيبقى في الكليه فيبقى ما انا بفكر. حاضر اهدى عليا. حاضر. طيب بصوا عايزين بس نسبق السكشن. طيب اكسبشن بس الاسبوع ده يا جماعة عشان الدنيا اتلخبطت شوية. ممكن ناخد المحاضرة اللي هي بتاعت السبت دي بكرة، بحيث ان انتوا بس تبقوا سابقين. خدوا بالكم اصلا السكشن الاسبوع. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. انتوا اصلا مش تنزلوا السبت ده. ايه بعد كده المحاضرات هتبقى اونلاين ولا في الكلية؟ لا المحاضرات انا هخليها اونلاين، بس السكشن انتوا مش هتعرفوا تنزلوه. تمام بس كده المحاضرات اللي جاية هتبقى كلها الساعة 12 صح؟ ما انا جاي لك في الكلام بس اتقل عليا. حاضر. خلينا نحل المشكله واحده واحده. تمام. احنا بنتكلم على السبت ده، انتوا كده كده مش هيبقى فيه كليه. الكليه اجازه. اللي انا اعرفه ان الحد اجازه، السبت كليه اجازه ولا انا ما اعرفش. اي ثينك ان هي اجازه. ما هو من الخميس للحد اجازه. طب تمام ماشي. خلاص زي ما احنا 12. طيب. الباشمهندسة المندوبة باشمهندسة ندى صح؟ تمام يا دكتور. هتنسقي مع الباشمهندسة رغدة تمام؟ ان انتوا تاخدوا السكشن ده اونلاين لان مش هينفع نوقفه، يعني السمر كورس اصله كراجد. وانتوا اصلا فايت منكم واحد في اول الاسبوع. تمام ماشي. فتقولي لها ان الدكتور اتفق معانا ان السكشن ده بس اللي هيبقى اونلاين عشان الكلية قافلة. يوم السبت يعني ولا اي يوم؟ نصاكم انتوا وهي اي يوم سبت حد براحتكم. انتوا كده كده عايزين تاخدوا سيكشن في الاجازه دي عشان هتاخدوا سيكشن تاني يوم الثلاث. خلاص تمام اوكي. واحنا السبت الساعه 12. طيب وبعد كده هنمشيها ازاي؟ يوم السبت هنتفق بس نحلها واحده واحده. يبقى احنا السبت الساعه 12 اونلاين، السيكشن اكسبشن بس المره دي لان هي اجازه واحنا لازم نعوضه عشان انا عندي تأخير جدا في الوقت، وخصوصا ان هو اصلا الترم السمر كورس مزنوق. فقولوا الباشمهندسه رغده ان الدكتور قال ان في سيكشن هيتاخد اونلاين تمام، اتفقوا معايا يوم ايه؟
في الاجازه المفروض ان السكشن الجاي باشمهندس عمر لا يدخل. كلموا باشمهندس عمر يعني نصت خلاص تمام يعني كلموا الباشمهندس اللي هيخش لكم قولوا له ان احنا في سيكشن هيتاخد في الاجازه دي عايزينه السبت عايزينه الحد اوكي بس يبقى بعد المحاضره يعني بعد ميعادنا احنا ما يبقاش قبليها لازم عشان ابقى انا شرحت لكم. تمام ماشي ماشي اوكي. والاساينمنت كده نزل الاساينمنت ده كده هيخلص السبت هيتسلم الثلاث هيتسلم في السيكشن تمام ماشي. انت بس بقى لما تتفق مع الباشمهندس خالص قولي له بس ايه تابع مع الدكتور عايزك تكلم ماشي تمام ماشي اوكي يلا سلام عليكم.